السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من حياة طيبة. تحية لكل المتابعين داخل وخارج السودان. اليوم موضوعنا مختلف نوعا ما، وبنعزيه لعدد من الأسباب اللي تحصل في حياتنا اليومية. نسبة الطلاق في واحدة من الدول العربية تجاوزت 60%، وأقل نسبة في مجتمعاتنا المسلمة العربية هي تقريبا 20%. الإشكال شنو واللي بيخلي الناس تصل إلى هذه المرحلة؟ واحدة من الحاجات الأساسية اللي عندنا فيها خلل في مفهومها وفي الارتباط بها مسألة الخطبة. تخطب كيف؟ شكلها؟ منو؟ ديننا تحدث عن هذه المسألة بيات وكيفية مسألة الخطبة. نحن عندنا واحدة من الحاجات الأساسية اللي هي مفتاح لمشروع زواج بخلي الأسرة مستقرة، والآن الحرب حرب على الأسرة وحرب على المجتمع حتى يتفكك ويسهل السيطرة على المجتمع. إذا نسعد بمشاهدينا الأكارم في هذه الحلقة، ونسعد كذلك بضيفنا داخل الاستوديو الدكتور يوسف إسماعيل عبد الله الاستشاري النفسي. إذا أهلا ومرحبا بك دكتور يوسف، ومساء الخير عليك. أسعد الله مساءنا ومساءكم بكل خير، مرحبا بك. الله يحييك، مرحبا بك يا دكتورنا، ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام. وأبرز محاور هذه الحلقة، ما هي الخطبة وما هو الهدف الأساسي منها؟ الخطبة بين الإشهار والإخفاء، وكذلك الخطبة والالتزامات الاجتماعية. تحية لكل المتابعين. دكتور يوسف، لو في البداية يعني ما المقصود بمسألة الخطبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الخطبة هي المدخل للزواج، والخطبة هي الخطوة الأولى التي ينبني عليها عقد الزواج لاحقا. والخطبة تعني تقدم الرجل لخطبة المرأة. يعني في عالمنا الإسلامي وفي العالم الغربي دائما الرجل هو الذي يتقدم لخطبة المرأة. والخطبة في مدلولة هي فترة زمنية تسبق عقد الزواج، يجب من خلالها معرفة الطرفين بعضهم للآخر والتوافق على متطلبات الحياة الزوجية التي ستجمعهم. فبيصبح من الواضح تماما أن الخطبة عندها دور حقيقي في الممارسة بتاعة عقد الزواج، وبالتالي تعد من الخطوات الهامة جدا جدا. من بعد حسن الاختيار كما ذكرنا سابقا، يصبح الخطبة هي المدخل الحقيقي لتفاهم الناس ووصولهم إلى فهم مشترك لبعضهم الآخر، خاصة فيما يتعلق بالخطوات التي تلي عقد الزواج، من طريقة التعامل، طريقة تربية الأبناء، من توقعات كل طرف من الطرف الآخر، ومعرفة الأبعاد التي يأتي بها كل طرف من بيئته وثقافته ومن أهله. نعم، بالتأكيد دكتور يوسف، ما هي الأشياء المطلوبة من المخطوبين في هذه المرحلة؟ المطلوب أولا يعني أن يفتح باب الحوار في وقت باكر، من بعد الإجراءات الشرعية التي يتم من خلالها التعرف على الطرف الآخر من خلال وصول أهل أو أقرباء أو شخص الخاطب إلى أهل الخطيبة. يعني تبدأ الخطبة بوصول أحد أفراد الأسرة أو مجموعهم أقاربا إلى طرف آخر هو طرف المرأة، ويطلب أو تطلب يدها للنكاح أو للزواج. وبالتالي هذه الخطوة الأولى التي تبدأ بها عملية الخطبة، بمعنى أن يتقدم طرف ما إلى طرف آخر بطلب بنت للزواج. نعم، حدود المعلومات التي يمكن أن يصل إليها الطرفين في هذه المرحلة، يعني في ناس الواحد بيمشي بيسأل، يعني حتى الشرع ذاته عنده فيها مساحة يعني. نعم. في السنة، نعم، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا هو المبحث الأول. نعم. وتنكح المرأة لمالها ونسبها وحسبها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. هذه الأشياء هي المدخل الديني لهذه العلاقة، ومن خلالها يتم النظر إلى الأشياء. فإذا نحن قلنا في أشياء كثيرة يعني تعقدت بها الحياة وأصبحت من متطلبات معرفة الناس بعضهم بالآخر، يعني إذا أخذنا هذا الجانب الديني وكان هو المبتدأ، فيما يليه من أشياء من عادات وأعراف
يعني صارت موجودة في المجتمع، اللي هي أحيانا بتتخطى الواقع الديني إلى واقع عرفي. ففي كثير من الأحيان نجد أنه بعض الآباء يقولوا دينا فلان لفلان، نعم، دون علم ودون رضا فلان وفلان. جميل. وهذه واحدة من الإشكالات، يعني هذه أعراف، وهذا الفلان وهذه الفلانة يجب أن تكون عندهم قناعة تامة بالرضا الذي هو مدخل الخطبة ومن ثم مدخل الزواج. نعم. جانب ثاني يرتبط بالعادات التي تتم ممارستها، القفز مباشرة إلى عقد الزواج. نعم. يعني في كثير من الأحيان يأتي بعض الناس للخطبة وللتعارف ويصر أهل العروس على أن يتم العقد في التو وفي اللحظة. وفي كثير من الأحيان يكون هذا الأمر لم يرتب أو لم يعد بصورة كاملة على الأقل من أحد الطرفين، إن لم يكن من كلا الطرفين. يعني بيجدوا الطرفين نفسهم فجأة أصبحوا قد عقد عليهم دون أن يصبح هنالك مساحة لفترة الخطبة التي يعني المراد منها تعرف الطرفين لبعضهم الآخر، ليس التعرف شكلا، نعم، إنما فكرا وثقافة وأفكارا متبادلة ورؤية عن الحياة الزوجية ورؤية لتربية الأبناء، وكل هذه من ضرورات الزواج. إن قفزنا فوقها بنجد فجأة أنفسنا مواجهين بكثير من الإشكالات، نعم، التي لم نعد لها ولم نفكر فيها في فترة الخطبة. نعم. دكتور يوسف، في بعض الأحيان يعني الناس إما مشت أقصى اليمين أو أقصى الشمال في مسألة حدود العلاقة في فترة الخطبة. هل خلاص بتبقى علاقة باعتبارها هي كان وأصبحت هذه شريكة حياتك، ولا بين الجفاء اللي حكاية إنه زول ذاته أصلا ما شافه خطبوا له وجاء طوال الزواج ما بيعرف عنها ولا سطر؟ طبعا أولا الشرع رتب الخطبة بالتعارف وأن يلتقي الطرفان بصورة شرعية، بمعنى أنه عندما يلتقي الخطيب مع خطيبته بيكون بيناتهم محرم، وهذا واحد من الأشياء التي يجري تجاوزها في كثير من الأحيان. وترتيب هذا ترتيب الشرع لهذه المسألة ينبني على أنه فترة الخطبة لا تعني الزواج، وليس فيها إلزام. عقد الزواج فيه إلزام، أما فترة الخطبة ليس فيها إلزام، يمكن أن يتخلى الإنسان عنها في أي لحظة، نعم، ويترك الخاطب مخطوبته ويذهب إلى غيرها. نعم. لذلك يعني تجاوز الحدود الشرعية في هذا الجانب يخلق كثير من المشاكل للطرفين، لأهل العروس أو المخطوبة وللخاطب، لأنه إذا تجاوزوا الحدود التي تتجاوز فترة الخطبة إلى ما يرتبط بعقد الزواج تخلق كثير من المشاكل، لأنه إذا تركت امرأة بعد أن شوهدت ورؤيت طالعة ونازلة مع فلان إلى آخر من هذه الأشياء قد يقلل ذلك من حظوظها في الزواج ويربط اسمها بذلك الخاطب السابق متى ما تركها. فعشان كده في واقعنا الليلة يعني دائما إحنا بنحرص نقول للبنات إنه أحرصوا على أنه لا تصبحوا مثارا للقيل والقال ب يعني التماهي اللامتناهي في التواصل في فترة الخطبة بدرجة تضر بطبيعة العلاقة وتضر بنفس في نفس المستوى بسمعة البنت بالذات، لأنه هذا يحسب عليها وليس لها في كثير من الأحيان. نعم. لو أخذنا الطرف الثاني الغالي برضو في هذه الجزء دكتور يوسف، حكيت إنه يا أخي خلاص يعني خطبة دي في ناس بيقول لك يا أخي والله حتى ما يسمى بالنظر الشرعية ما عندنا، احنا ناس عقد بس، فما بده حتى فرصة للطرفين إنه يا أخي يتعرفوا على بعض أو يناقشوا حتى في مستقبل الأيام ما يتعلق بحياتهم. نعم. الخطبة حقيقة ترتبط بكثير من المتطلبات، ليس فقط إنه الناس تشوف بعض، يعني أهم ما فيها معرفة البعض الآخر حتى النظرة الشرعية، لأنه قد تكره في المرأة التي قد تكون رشحت لك من طرف أسرة أو من بعض القرائب أو القريبات بصورة أو بأخرى، ولما تشوف قد تفاجأ بأنها ليست المرأة التي تريدها. هذا من حقك، يعني أنت إنسان تختار شيئا إما أن تقبل به أو ترفض. ده الجانب فيما يتعلق بالنظرة الشرعية. الجانب التالي المتعلق بالأبعاد الثقافية والفكرية والمعارف
والتجارب الموجودة عند الزوجة. يعني أي إنسان يتوقع أنه عندما يصاهر أسرة أو يلتقي بخطيبة أو زوجة أن توفي له باحتياجاته، كيف تربي أبناءه، كيف تتعامل مع أهله، كيف تتعامل معه، هذه كلها متطلبات لا يمكن القفز فوقها بالدخول مباشرة إلى عقد الزواج. ما لم الناس تتعرف على هذه الأشياء بصورة معقولة، أنا أقول ما بقول إنه الناس تستمر لسنوات حقيقة، حتى لو تحدثنا عن فترة الخطبة والزمن بتاع الخطبة هل هو شيء مفتوح ولا شيء يجب أن يحسب حسابه؟ يعني في كثير من الأحيان الناس بيذهبوا إلى إنه يعني الخطبة يعني تكون ما بين 6 شهور إلى يعني سنة سنتين ما أكثر من ذلك، لأنه يعني المرأة عمرها حقيقة بيحسب صحيح بالشهور، فإذا الرجل دخل في خطبة لسنوات عديدة قد يفقد المرأة حقها في اللحاق بقطار الزواج. نعم. فلذلك يصبح من المهم تماما ألا تتعدى فترة الخطبة الفترة المعقولة. فترة معقولة عشان نسوي شنو؟ فترة معقولة عشان نعيد أنفسنا للزواج. الزواج يتطلب بيت، يتطلب احتياجات بتاعت منزل، يتطلب إعداد فكري ثقافي توافق إلى آخره من هذه الأشياء. فعشان كده الخطبة يجب أن لا تتجاوز فترة زمنية تصبح ضارة بحق المرأة في أن تلحق بخطيب آخر أو زواج آخر إن فشلت هذه الخطبة لأي سبب من الأسباب. والفشل لا يعني ببساطة إنه والله رجل ترك امرأة، قد تكون هناك كثير من الأشياء الدنيا، قد يتوفى، قد تحدث له متغيرات في حياته، قد تحصل أشياء كثر. فلذلك يجب أن لا تطول فترة الخطبة بدرجة تضيع حق هذه المرأة في أن تلحق بقطار الزواج وتنال حظها ونصيبها. الرجل قد لا تكون عنده مشكلة، ممكن يتزوج بعد 40-50 سنة، لكن المرأة عندها حد زمني بيولوجي بيربطها بالزواج في عمر معين، إن تجاوزته بتحصل كثير من المشاكل. وللأسف الشديد في مجتمعنا دلوقتي نلقى كمية من الناس اللي بيخطبوا ويعلقوا البنات سنوات عديدة، والأسرة تصر على انتظار ذلك الشخص خاصة إذا كان قريب قريب، فبيستنوا القريب ده إن شاء الله بعد 10 سنين على حساب هذه البنت المسكينة، على حساب حاجياتها كأنثى وحاجياتها كبني آدم وحاجياتها في قد يضيع عنها إمكانية وجود زوج آخر أو خطيب بديل. إذن ده بيحتاج يعني بيحتاج من الآباء والأمهات إلى تعقل في هذا الجانب حتى نحن ما نظلم أحد. نعم نعم، يعني أنا بعتقد أنه إذا أصبح ولي الأمر الأب بالذات عنده إحساس بأنه هذا الخطيب هو، طبعا لو كان حصل من البداية اتفاق على أنه فترة الخطبة، وأنا بخير ده واجب وضرورة حتمية، أنه لما يجي حد يخطب بنتك تسأل انت جاهز ما جاهز، بتقدر كم من الزمن محتاج للخطبة، كم من الزمن عشان تجهز نفسك الى اخره من هذه الاشياء. لما يصبح هذا الامر واضح المعالم، يعني الـ بيقولوا الاول شرط نهايته نور، يعني من البداية يعني نكون واضحين انه والله انا ظروفي كذا وكذا، فترة الخطبة 6 شهور سنة يعني كحد أقصى نقول سنتين. نعم. ومن بعد ذلك سأتي للزواج. إن لم يأتي في إذا ارتضوا الناس هذه الفترة وقبلوا بها يبقى بعد ذلك أصبحت شرطا يجب الوفاء به. إن لم يستطع هذا الخاطب أن يقوم بما تعهد به أو اشترطه عليه أهل المخطوبة يجب أن تفسخ هذه الخطبة ويبحث عن غيرها، إن لم يكون هنالك تراضي بين الطرفين وظروف موضوعية تدفع إلى ذلك الأمر برضاء الطرفين. نعم. لكن يجب أن لا يترك إنسان خطيبته معلقة سنين عددا. طيب دكتور، حدود النقاش في هذه الفترة، يعني الملاحظ أنه كلا الطرفين بينعطفوا إلى جوانب متعلقة بعلاقة عاطفية بحتة، نادر ما يكون هناك نقاش في مستقبل الأيام، في حياتهم الزوجية، في تربية أولادهم في المستقبل. خطورة هذه المسألة؟ نعم، هذه يعني من المخاطر الأساسية الجوهرية. يعني لما الناس تكون حياتهم كلها مربوطة بالكلمات العاطفية الطيبة اللي بتربط بيناتهم اللي بتقوي علاقتهم، العلاقة ليس في بقائها من أجل أن تكون هنالك عاطفة. العاطفة هذه شيء طبيعي يأتي بين كل شخصين يتقاربوا من بعضهم الآخر، لكن
عدم الاهتمام بأنه يعرفوا بعض ويفهموا بعض ويتفاهموا على الأشياء قد يهدم كل هذا الكلام العاطفي الذي جرى بينهم. لأنه ببساطة فجأة حنكتشف أنه والله أنا ما كنت قايل لك كده, ويجي يقول لها والله أنا ما كنت قايل لك كده. ليه؟ لأنك أنت لم تستفد من فترة الخطبة بأنك توظفها التوظيف الصحيح عشان تعرف هذا الإنسان بكلياته, ليس فقط مظهرا وليس فقط الأشياء العامة. الحوار والنقاش والونسة يجب أن ترتبط بما هو مهم فيما يتعلق بالحياة المستقبلية بين الطرفين, بين طموحات كل طرف, رؤية للحياة لما يرتبطوا, توافقاتهم, اختلافاتهم, وهذه الأشياء يجب أن تطرح. يعني ما نخليها للزمن ولا نخليها للظروف. يعني أعرف رأي كل زول في كده, رأيك شنو في كده, رأيك شنو في كده, ده قبل إنجاب الأطفال. يعني أنا بتمنى إنه دائما الزوجين يصلوا إلى نهايات قصوى في التفاهم من قبل أن ينجبوا. لأنه من بعد الإنجاب بتدخل أطراف عديدة قد تفقد حقوقها لأن الطرفين ما كانوا متوافقين من البداية. يعني لما نجي زمن الأطفال يجب أن يكون هنالك توافق على تربية الأطفال, على الطريقة اللي احنا ماشيين به, على توقعاتنا عن كيفية التعامل بيناتنا إلى آخره. هذا لو حسم من فترة الخطبة يستطيع الزواج أن يسير بهدوء وسلامة في مودة ورحمة. بالتأكيد إن شاء الله دكتور يوسف سنواصل في ذات المنوال, لكن عقب هذا الفاصل مشاهدينا الكرام من ثم نعود نواصل هذه الحلقة, تابعونا. حياة طيبة. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حياة طيبة, تحية لكل المتابعين, مواصلين في ذات الموضوع والحديث عن الخطبة برفقتنا دكتور يوسف اسماعيل عبد الله الاستشاري النفسي, نسعد بالمشاركة في هذه الحلقة من خلال أرقام التواصل التي تظهر أسفل الشاشة. مرحبا بك دكتور يوسف. في هذه الفترة يعني الملاحظ أنه كثير من الشباب أو حتى الذين تقدم بهم الجانب بيصهروا أي واحد, كل واحد أو كل طرف بيصهر جمالياته فقط. يعني الحقيقة في بعض الأحيان بتكون مخفية وراء هذا التجمل. هو للأسف الشديد يعني كثير من الناس بيمارسوا فترة الخطبة ما دار أقول بعض النفاق الاجتماعي, لكن خلينا أقول بعض الإتيكيت الاجتماعي. جميل. بمعنى أنه كل إنسان بيحاول إظهار محاسن. جميل. ولا بأس في ذلك. يعني أنه عشان يصبح الطرف الآخر مقبولا يجب أن يبين فيه الجانب الحسن, لكن هذا يجب أن لا يخفي احتياجاتنا الأخرى. يعني يجب أن نهتم في نفس الوقت بأنه نتناقش ونتعرف على الأبعاد الفكرية, على الأبعاد المعرفية, على الخبرات الحياتية, هذه الأشياء التي تقوم عليها الحياة فيما بعد عقد الزواج. لذلك من المهم تماما الانتباه من وقت باكر إلى أنه هذه الأشياء يجب أن تبحث يعني فحصا دقيقا متكاملا حتى لا نفاجأ بأشياء غير متوقعة فيما بعد الزواج. نحن للأسف الشديد بنلقى أنه بعض الناس بيكتشفوا من الأيام الأوائل بأنه الشخص اللي قدامه ده ما الشخص اللي كانوا بيحلموا به ولا الشخص اللي عايزينه, لأنه فيه كذا وكذا من العيوب التي ظهرت من أول أسابيع في العلاقة من بعد الزواج. وهذا يرجع أو يعزى دائما إلى فشل الناس في الاستفادة من فترة الخطبة, لأنه في كثير من الأحيان زي ما ذكرنا سابقا أنه هذه الخطبة يتم تجاوزها بصورة كاملة ويدخل الناس مباشرة إلى عقد الزواج ويفاجئوا بأنه ذلك الإنسان ليس ذلك الإنسان الذي حلمنا به. وهذه إشكالية حقيقية يجب الاهتمام بها ويجب إدراكها, خاصة للناس المقبلين للزواج. يعني في هذه المرحلة يعني كل من يسمع هذا الكلام ينبغي أن يحاول أن يبحث عن التفاصيل التي يريدها في الزوجة. وأنا قاعد أقول للناس الزواج ده ما لعب, تجيب لك ورقة وقلم تخطهم قدامك, تكتب احتياجاتك في الزواج, أنت داير شنو في الزواج. جميل. كويس. بترفض شنو في الطرف الآخر, يعني يكون واضح تماما كم في المية في الطرف القدامك ده تتوفر فيه احتياجاتك. الحاجة الثانية كم في المية من الأشياء المرفوضة عندك موجودة في الطرف الثاني بالورقة والقلم. إذا ارتفعت موجودات احتياجاتك في الطرف اللي دخلت معه في الخطبة هذا جانب مهم تماما كمحور في الدخول للزواج. إذا قلت في الجانب الآخر الأشياء المرفوضة في الطرف, يعني مثلا أتكلم عن الأشياء المرفوضة, أنا لا أحب الإنسان البخيل. جميل. لا أحب الإنسان الذي لا يحترم أهلي.
الذي لا يحترم أنوثتي، الذي كذا وكذا، هذه أشياء سالبة أنا لا أريدها في الشخص الذي ارتبط به. فهذه السلبيات أنا أعطيها نسبة مئوية معينة. إلى جانب المحاسن، شخص كريم، شخص فاضل، شخص أمين، شخص صادق، هذه محاسن هي من الأشياء التي أطلبها فبضعها في الحساب، وبالتالي بترتفع النسبة المئوية بتاعت ما أريد في هذا الطرف، وتقل النسبة المئوية بتاعت ما لا أريد. هنالك أشياء في المحور الثالث لا ما بتفرق كثير، يعني فيه ولا ما فيه ما بتفرق، يعني بتلبس عباية، بتلبس توب، بتلبس بلوزة وسكيرت، ما بتفرق بأي حال من الأحوال بالنسبة لي. بالنسبة للرجل بنفس المستوى، بيلبس جلابية ولا بيلبس أفرنجي، ما بتفرق بالنسبة لي. حاليا نكمل في الجزئية دي عقب هذه المكالمة. السلام عليكم. مرحبا. ألو. يا مرحبا، السلام عليكم. السلام. الله يبارك فيك، تفضل أختي الكريم. ألو. طيب يبدو أن المتصل ما سامعنا بوضوح. ألو. مرحبا، أرفع صوتك شوية أختي الكريمة. وما طبعا الدكتور يتكلم عن تفاصيل انه الخطيب نعم يتخلى عن خطيبته، لكن برضو مره المخطوبه بيكون خاطب 10 سنه وصارف عليها وعلمها برضو بترجع احسن منه وبتخليه. يعني انا مع كلام الدكتور انه الاطاله في الخطوبه ما كويسه، يعني الواحد انا اتمنى يكون جاهل، يا من يجهل يلا بعد ذاك يجي يتقدم للدائره للزواج طوال، يعني ما يكون في فتره بتاع الخطوبه وبعدين في تفاصيل الخطوبه. اهل البيت بيودوا لها اهل العريس، اهل العريس بيجيبوا، يعني كل حكايه تفاصيل بتاعت انا احسن منك وانت احسن مني وانا بجيب وانت بتجيب، وبيتكلموا في تفاصيل الشيخه، بيتكلموا في تفاصيل الصاله والفنان، وحتى بتحدد فنانه وبتحدد صالتها، يعني تفاصيل الحياه الزوجيه من اي الاستدامه ما بيتكلموا. هم لسه ما وصلوا يعني كل واحد بيتجمل للثاني، كل واحد بيخدع الثاني، يعني حتى لو خاطبه 5 سنة ما بتظهر الحقيقه، يكون في خدعه في الكلام يعني. ونحن والله من يعني تزوجنا ما عندنا عفش ولا عندنا اي حاجه، وحتى الحمد لله اشترينا قطعه وبنينا، عندنا العفش وعندنا الاولاد والولد اتزوج والبنت اتزوجت، ما عندنا اي حاجه، كان الحياه مثلا، ويمكن تكون اجتهاد من المراه ذاتها، يمكن تكون اجتهادت وذاتها بتعمل، يعني كان بتعمل حرفيه وكان بتعمل كميه. الحكايه شراكه اختي الكريمه، يعني الناس بتاخد مع بعض في يعني المراه العامله فيه، المراه اللي ربت فيه. شكرا جزيلا، شكرا. تحيه لي اخوتنا المتصله، لها التحيه. تكلمت عن مسألة طول الفترة الزمنية بين الخاطبين، يعني الواحد مرات بتنتظر أو العكس صحيح، يحصل ترك من قبل الخاطب أو حتى من قبل المخطوبة يعني. وده طبعا ده الخطأ. أولا ليس من مسؤولية الخاطب أن ينفق على المخطوبة، نعم، لأنه هذا أمر يرتبط بعقد زواج، يعني أنت بتصبح مسؤول عن هذه المرأة متى ما تزوجتها، نعم، لكن مجرد خطبتها لا تعني مطلقا أي مسؤولية عنها. عشان كده يعني الأخطاء اللي بترتكب يعني عرافا في مجتمعنا، انه بنجد انه يعني الولد في كثير من الاحيان بيدق صدره، والله هي قرايتك علي وتفاصيل اشياء كثيره علي، وتطول الخطبه، وبعدين ببساطه شديده ممكن في فتره من الفترات تكتشف بانه ليس هذا الرجل المناسب، وترفض الخطبه وتفسخ الخطبه بصوره او باخرى. هذا الامر يعني لو نحن اتفقنا على انه فتره الخطبه يجب ان تكون قصيره، يعني انا ما امشي اتقدم لبيت ناس وحجز حجز عشان تقعد لي سنين تنتظرني، لكن بتقدم وانا شبه جاهز على اساس انه في خلال 6 شهور الى 2 سنة كحد اقصى اكون انجزت عقد الزواج، وبالتالي حتى لا يكون هنالك استغلال، يعني للاسف الشديد قاعد يحصل استغلال. صحيح. لا شك بذلك زي ما ذكرت المتحدثه في انه الطرفين، وفي كثير من الاحيان بتتهم البنت بانها بتستغل الرجل في الانفاق عليها، وللاسف هذه عاده سيئه. صحيح. انا شخصيا بصير دائما على انه يعني يجب ألا تبتذل البنت نفسها في إنها تجعل هذا الخطيب ينفق عليها بأي صورة من الصور، لا في كرامة أهلها ولا في كرامة نفسها أن ينفق عليها رجل ليس مسؤولا عنها شرعا وليس زوجها. يعني هذا الإنفاق يعني الناس يتبادلوا هدايا معقولة في حد معقول، لا تؤثر على ميزانية أحد ولا تكلف شططا، لا بأس في ذلك، لكن أن نصل إلى مستوى الإنفاق المادي المرهق ثم يتخلى أحد الطرفين عن الآخر، أنا بعتقد أنه هذا أذى ما بعده أذى.
طيب جميل دكتور، نواصل ان شاء الله معنا متصل محمد من نهر النيل. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله. طيب يبدو ان محمد ما سامعنا بوضوح، تحيه له ان شاء الله يعود لنا مره ثانيه. مرحبا يا محمد. الو. يا مرحبا، نحن سامعينك، ارفع صوتك شوي. الو. مرحبا بك يا محمد. استاذ يوسف حبابك عشرة، ارفع صوتك بس تفضل. احييك واحيي ضيفك الكريم دكتور يوسف. الله يسلمك ان شاء الله يا رب. ارفع صوتك شويه يا محمد. الله يكرمك. تفضل. والله العاده دي قد جاهري يا استاذ يوسف. الشغله فيك تجي نقيضه من الجامعات. الصوت عندنا ضعيف. يعني احنا المخطوبه دي ما احنا بس انه يضع النقاط على الحروف. اذا كان النية بقت صادقه والزواج لا باس بها. لكن العله بتجي تقع وين؟ ابتداء من اهل الخاطب اهل الزوج يقوموا يكلفوا اهل المخطوبه ما لا طاقه لهم. اربع خمس عربات في المية ناس اكثر من ناس غير الزواج عشان ما يمشوا خب. وثاني قصدي يعني زيارات مدوار لا حاجات ما انزل ما يعني سلطان والمماطله في الزواج وال قدر ما جات مناسبه عيد نجاح انت الخاطب ده داير تتكلف بعينك حاجات بمبلغ قدره في الظروف الاقتصاديه الصعبه دي وفي النهايه يعني ينتهي بكل اسف بمسحه خطوبه وهي تكون ضيع الوقت ضيع الزمن. انا كنت اتمنى من الخاطب قبل ما يتقدم ليله الناس دي يحجز زمن الزواج 6 شهور اخبار يكون جهز من بيته من عقد من اي شيء حتى بعد ذاك يخطو على الخطوبه. شكرا. بعد ان الخطوه دي عندها مشاكل تبعات لا تحصى ولا تعصى. اشياء غير شرعيه، الشرع ذاته ما تجوزها لك، انت مرأة اجنبيه منك، كيف تباريها وتمشي معاها الحدايق وتمشي وتمشي وتمشي. طيب جميل. يعني في سلبيات كثيره بتطلع على الخطوه. شكرا جزيلا يا محمد. الناس بتقولها منها و الزوج يبقى جابي يعني زي ما ذكرت قبل ما يخطب يكون محدد من شكرا. شكرا محمد كثر خيرك، كنت معنا من نهر النيل لك التحيه. محمد تكلم عن انه يا اخي المساله بتجي جاهزه من الجامعات، الشباب فيما بيناتهم في بعض الاحيان بيتفقوا على بعض الخطوط العريضه وبعد ذاك بيمشوا للاهل. اي لا باس يعني ما دام نحن مجتمعنا فيه اختلاط، كان في جامعه كان في العمل كان في غيره، ده واقع نحن بنتعايش معاه، اذا الناس اتفقوا واتى احد الطرفين او الرجل لاهل البنت وطلبها هذا هو الشيء المطلوب. هذه خطوه جيده يعني. نعم لانه هذا هو اللي بيقودنا لاكمال الشرع يعني. انه الناس تلاقوا ذهب عشان يتزوجوا وبيعتقد انه هذا شيء طيب ان حصل. لكن ثم ماذا بعد؟ يعني بعد ما نطلب البنت يعني انا بخيلي واحده من الحاجات اللي اشار لها واشارت لها المتحدث السابقه اسيا اشكاليه انه الاستغلال اللي بيحصل. يعني اشار لانه يعني الناس يجوا للخطبه حفلتين يعني هذه تكلفه لا داعي لها يعني. وانا ما اعتقد انه يعني رجال كبار ونساء كبار يعني يدخلوا في قصه انه ماشيين نخطب لفلان ونخطب لفلان، يعني فلان بيخطب له يعني اقرب الاقربين في عدد معقول، يعني ما مساله يجب ان يكلموا اعمام وخيلان وكلهم دايرين يجوا عشان يخطبوا. لانه المساله دي عندها مردود خطير بعدين يعني ببساطه شديده هي تكلفه فوق ما يجب على اهل العروس، وفي الوقت ذاك قد تنفط هذه الخطبه وقد تفسخ لاي سبب من الاسباب. فعشان كده يعني يجب الناس يعني اقرب الاقربين من الاسره يسحبوا لهذه الخطبه. لانه انا عارف انه كثير من الناس يلومهم والله مشيت خطبت لفلان وما كلمتونا وما سكتونا كويس ويعتبروها دي اشكاليه يخلقوها بينهم الاسره. اخواننا يجب انه هذه الخطبه يسحب فيها اقل عدد ممكن لانها هي اعلان نوايا وليس عقد وليست يعني الزام. هاي يعني لانه ممكن تفسخ في اي لحظه، اضافه لانه الاسره اللي انتم ماشيين لها دي مضطره انها تجهز اشياء فوق طاقتها. يعني احيانا بيعملوا عشاء واحيانا بيعملوا مرطبات واحيانا الى اخره من هذه الاشياء. وهذا الامر يجب ان لا يشق على الناس. نحن بنتكلم عن خفض تكاليف الزواج، فهذه الاشياء مرتبطه بالخطبه التي ليست زواج التي يمكن ان تنفض وينفط سامرة من وقت قبل أن تحدث. فعشان كده يعني يجب أول الناس ما يلوموا بعض، يعني لو اختار أبو العريس أن يسوق بعض أخوانه وبعض أخوان زوجته لهذا التعارف أحيانا أول خطبة أو طلب البنت،
يجب أن لا يلوموا الآخرون ليه ما سكتونا، يعني ده قاعد يحصل كثير، ليه ما كلمتونا، ممكن نبلغهم لكن ما بالضرورة تمشوا معنا، والناس ما قاعد يرضوا قصد ما تمشوا معنا، مشيتوا براكم خليتونا يتبالوا بها براكم أشياء من هذا النوع يعني. نعم، لو تحدثنا عن الأثار دكتور يوسف، يعني احنا في مجتمعنا السوداني جرت العادة انه يا اخي خلاص مجرد خطبة مفترض الزواج، ولو حصل اي تنازل من اي طرف عندك كأنه في وصمة عار بتلحق طرف من الأطراف. خاصة من يسأل البنت، يعني تضار البنت أكثر من الولد من هذا الجانب. يعني الولد ممكن يفسخ خطبته عشرات المرات ولا يضار من ذلك، لكن البنت تحسب عليها هذه الأشياء وتبدأ التساؤلات، يعني ليه فلان جاها وخلاها، ليه فلان جاها وخلاها، ليه فلان جاها وخلاها، في حين أنه قد يكون السبب الولد. صحيح. هي لا ذنب لها في ذلك ولا شيء يعني يعيبها عشان تترك، لكن لنزوات من ذلك الولد أو لأسباب موضوعية انتهت الخطبة، عدم تراضى، عدم قبول إلى آخر من هذه الأشياء، اكتشفنا أشياء ما كانت معلومة عن الأسرة وعن الزوجة عن الخطيب أو غيره من هذه الأشياء. فهذه الأمور يجب أن ننتبه من البداية إنه إعلان حقيقة، إعلان هذه الخطبة يجب يعني أن لا يسهب بعيدا، يعني العقد مشروع فوقه الإعلان، الخطبة يعني إعلانه ليس بالقدر اللي بيعلن به الزواج. فعشان كده نحرص على إنه الخطبة تكون في أدنى الحدود الممكنة بحيث أن لا تضار البنت من فسخ خطوبات متكررة أو تركها من شخص ما إلى آخره. وأحيانا للأسف الشديد في ناس بينسجوا قصص من الخيال بأنه والله فلان دخل فلانة ديك عشان كده وكده، وأسباب قد لا تكون حقيقية وتضار منها البيت أكثر مما يضار منها الولد. نعم، دي واحدة ممكن تكون من الآثار يا دكتور. نحن عندنا بعض العادات والتقاليد اللي هي ذكرنا منها أن حكاية الناس مش مجموعة وكذا وتحصل ذبائح أو غيره من هذه الأشياء، في عادات يعني بالذات في جانب النساء ما يسمى بموية رمضان أو قولة خير والشبكة والدملة والقروش اللي بتدفع، هذه الأشياء في بعض الأحيان يعني الناس حتى لو مش هتلاقي قدام بتبقى يعني مجرد مسبة للناس يعني. نعم، يعني عندنا حاجة اسمها قولة خير وفيها كثير من التباهي، والله جاب قولة خير كده يعني مبلغ يعني معلن ومزخرف وكلام زي ده، جابوا قولة خير وينتشر هذا الأمر بين الجيران والأهل والأصدقاء. إضافة للأشياء المتكررة، يعني الناس بتطول خطبتهم بيمر عليهم كم رمضان فوق موية وكم عيد فوق فيه حلويات وكثير من المناسبات إلى آخر من هذه الأشياء، وهذه كلها أعباء تتحمل الأسر تجاه أسرة تانية. وقد ينتهي الأمر دون أن يصل، أنا معلش نحن كررنا قصة أنه ينتهي الأمر وتفسخ الخطبة، لكن نحن دعنا نذكر دائما أنه الخطبة ليست ما التزام ولا ارتباط. نعم، عشان كده ممكن تترك في أي لحظة. فعشان كده الإنفاق المالي في هذه الفترة ضرر ما بعده ضرر على الطرفين، يعني يتحمل أهل المخطوبة كثير من الأذى في بعض الممارسات الاجتماعية والعادات والتقاليد اللي بيمارسوها الناس في المجتمع. في نفس الوقت أهل الخاطب يفتقدون كثير من أموالهم في مسائل مرتبطة بالهدايا بالمناسبات المختلفة، عشان كده يجب أن تقصر فترة الخطبة، ويريت لا تتجاوز 6 شهور كافية، أنا بعتقد أنه عشان الناس يعرفوا بعض، أو قلت 3 شهور يعني إذا الناس جاهدين ممكن يعرفوا بعض ويعرفوا الأسر، والرجل الذي يتقدم يجب أن يكون جاهز، يعني ما ممكن أن يحجز بنت الناس بالسنين يعني وبعد ذاك أقول والله الظروف ما زبطت وتقوم تخليها أو تقعد. يعني أنا بعرف أنه في حالات بتاعت خطوبة استمرت ل10 سنوات، مش ممكن يعني يعني اصلا يعني بيتغير واقع اي شيء في الدنيا. جميل. طيب دكتور يوسف، واحده من الاثار المترتبه على مساله الخطبه بالذات لفتره طويله، حقبل تكلمنا عن العلاقات العاطفيه انه دي من بعض الممارسات اللي بتحصل، لكن من اثاره انه بيصبح في تعلق بين الطرفين، ولا قدر الله لو انفضت هذه الخطبه بتبقى هناك اشكاليه حنجي نشوف اثرها شنو، لكن عقب هذا الفاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود نواصل تابعونا. حياة طيبة. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في كل مكان في حياة طيبة، والحديث اليوم عن الخطبة. تحية لكل المتابعين، ونسعد بالمشاركة في هذه الحلقة برفقتنا الدكتور يوسف اسماعيل عبد الله الاستشاري النفسي. مرحبا دكتور يوسف. قبل الفاصل تحدثنا عن مسألة العلاقات العاطفية وأثرها في حين يعني انفضاض الخطبة، أو حتى في حين المواصلة، في بعض الناس بيستهلكوا مشاعرهم
في فترة الخطبة لما يجوا الزواج خلاص بيلقوا نفسهم ما عندهم حاجة ما عندهم رصيد، وفي ناس الحكاية دي ما بتمشي لقدام لأي سبب إن كان، يبقى الشخص أسير لشخص آخر. نعم، يعني التعلق الزائد بأي شيء من أشياء هذه الدنيا وهو زائل يجب الانتباه لأنه الناس لا تفرط في هذه المسائل أكثر مما يجب. الجانب الأهم أنه أهمية بقاء هذه المشاعر العاطفية إلى ما بعد الزواج، لأنه فترة الخطبة فترة ينبغي أن تكون قصيرة مهما طالت، لكن من بعد الزواج قد يصبح هناك ارتباط عمر ويحتاج حقيقة لكثير من الدوافع والمنشطات. جميل. فوجود هذه المشاعر لتنمو وتترعرع وتكبر وتزيد يجب أن تكون بعد الزواج. حتى إن بدأت في فترة الخطبة يجب أن يكون هناك مساحة، يعني ما نستهلك كل مشاعرنا، يعني أي شيء حقيقة إذا زاد عن حده بنقلب إلى ضده. يعني نحن ما نبالغ في هذه المشاعر، يعني من لقيت زول يقول لك والله يعني أنا وصلت مرحلة بتاعت ارتباط عاطفي لا أستطيع أنه أنفك عن هذا الشخص، وتأتي ظروف حياتية صعبة تفرض هذا الانفكاك. جميل. فكيف بذلك الإنسان إذا ذهب أحد الطرفين للزواج لأي سبب من ما بطرف آخر وبقيت في نفسه تلك المشاعر وتلك العواطف حتما ستضر بعلاقته الزوجية الجديدة. فعشان كده بيبقى ضرر هذه المسألة إنك أنت ارتبطت بإنسان ارتباطا شعوريا وعاطفيا وانفعاليا وفقدت ذلك الإنسان لأي سبب من الأسباب، سيعقد حياتك فيما بعد، ستجد نفسك فجأة أنت مرتبط بإنسان عاطفيا وشعوريا وتعيش مع إنسان آخر لا تملك له هذه المشاعر، وهذه ضربة قاصمة للزواج. نعم. فعشان كده ينبغي أن الناس تتروى وترشد وتعقل في التعامل العاطفي وأبعاد المختلفة. أنت من بعد الزواج تستطيع أن تمنح كل ما تملك من مشاعر وحب، لكن أي ارتباط بشخص في فترة غير ملزمة وغير مضمونة الارتباط أو النتائج بيكون مضيعة للوقت وأضرار نفسية وسلوكية بالطرف. جميل. فتصبح من المهم تماما أنه نحن ننتبه لهذه المسألة بصورة كاملة. طيب نأخذ مهاتف الدكتور يوسف نجراجي. مرحبا يا أم سبا، السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم من القبائل. مرحب بك، تفضل يا مرحبا. أحييكم وأحيي الدكتور يا يوسف. الله يحييك يا رب، يديك العافية. الله يبارك فيك. تسلم، تفضلي. أنا كان أتكلم عن الخطبة والخطبة. والله أنا طبعا زي 17 سنة ولا خطبوني ولا إيه. جميل. بس من زمان كده قلت انا نفسي ان ارجع من القبائل، والله الا يوم الزفاف ما شفته. حتى قاعده معه 17 سنه الحمد لله في امان، لكن حتى يقصدوا 3 سنه 4 سنه يجي يفصلوا خطوبه و... انت في رايك انه الحكايه بتاعت الخطوبه اللي حاصله الان والناس بيطولوا فيها يعني ما كويس؟ ايوه بس زي حبه بعدنا زمان الحمد لله، يبقى الواحد بس الا الافضل يكتب البيت ومع السلامه عندنا. جميل، شكرا شكرا يا ام سبا، كتر خيرك، تحيه لك. ام سبا بتقول انه يا اخي الخطوبه هي طبعا ضربت بتجربتها، يعني طبعا كل مره الزمان يختلف، الامس ليس كاليوم. بتقول هي ما ضروريه، ولانه حتى الحكايه يعني ما فيها صدق في بعض الاحيان، هكذا تقول. نعم، يعني احيانا بيكون ما فيها صدق لكن هي قد تصبح ضروره. ضروره في واقع نحن بنعيش في الليل. يعني لا بد ان نعرف بعضنا الاخر، لا بد ان نثق بانه الانسان الذي سنرتبط به هو الشخص المرضي عنه. جميل. هو الذي يتوافق معنا دينا وخلقا واعرافا. جميل. يعني في كثير من الاحيان الناس بتفاجئ بانه بيتزوج انسان ليس فيه ابجديات الاشياء التي يطلبها الطرف الاخر. نعم. فعشان كده الخطبه في حد ذاتها واحده من الاشياء الموصله لهذا الامر بصوره كامله. فحرصنا على انه تكون فتره خطبه قلت او كثرت، يعني ما بالضروره انها تكون سنين، يعني بضع اشهر بتساعد في انك تعرف الانسان تطمئن له ويطمئن لك بصوره او باخرى. وقد يكون شهر كافي، يعني حسب قدره الناس على توصيل المعرفه المطلوبه للطرف الاخر. الطرف الاخر ده يعني الاسره بكامله من الطرفين، وتعني الافراد الذين
سيتزوجون لاحقا بإذن الله. فعشان كده بتصبح هذه الأشياء مسؤولية الطرفين ومسؤولية الأسرتين في أنه نقودها عشان تقودنا إلى زواج ناجح. المقصود في النهاية الزواج الناجح وليس الخطبة في حد ذاته. طيب ناخذ متصل ثاني وإن شاء الله نكمل في هذا الجزء. دكتور يوسف مرحبا يا عبد الرحمن، السلام عليكم. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. مرحب بك، الله يديك العافية. أهلا وسهلا، تسلم العافية. أهلا يا عبد الرحمن. والله يا دكتور يوسف أنا بقول يعني في رأيي فترة الخطوبة دي إذا طالت إذا قصرت يعني ما بيكون في تفاهم بالضبط ما لم يعيشوا مع بعض. اها لو عاشوا مع بعض وما يعني زوجوا خلاص كده اي زول بيعرف بعض كويسين بيعرفوا اي واحد يفهم الثاني. ليه يعني ليه يا ام عبد الرحمن ليه الناس ما بتفهم بعض؟ فاهمني وانا فاهمه وبنعيش كده، لكن لما تتزوجوا تجد اختلاف. اها حتى نحن يعني لما انا خطبوني قلت خلاص الزول ده شبهي يعني نفهم بعض في اي حاجة، لكن لما نجيد هاشتا حصل العكس وبس حتى وقول صابرة ما في كان يحل وما في طريقة اصبر عشان اولادي انا جبت مدير. جميل ان شاء الله ربنا يصلح حالي يا دكتوريكم وحسنه. طيب جميل سهل ان شاء الله بتتحلى يا ام عبد الرحمن، والناس ممكن ان شاء الله يعني في بعض الاختلافات لو راعتها الامور بتمشي. كتر خيرك يا عبد الرحمن، شكرا على اتصالك واستشارتك. عبد الرحمن بتقول يا اخي حكايه الخطبه دي يعني حد على حد قول انه يعني اي كلام، الناس ما بتصر على حقيقتها. اللي بعد الخطبه شيء مختلف تماما والناس بتعرف بعض على حقيقتها. والله انا بتفق لحد معقول مع عبد الرحمن، وانا متاكد انه في تجارب زي دي انه ناس خطبوا بعض لفتره طويله ومن بعدها ظنوا أنهم أصبحوا يعرفوا الطرف الآخر بطريقة كافية، لكن بيكتشفوا بعد الزواج. ليه بيكتشفوا بعد الزواج؟ لأنه الناس لما تعيش تحت ظل سقف واحد بتتعرى، بتطلع كل الأشياء المدفونة بلا يعني الجبال. نحن تكلمنا عن الأوتيكيت الاجتماعي، يعني في الأوتيكيت الاجتماعي أنا بخفي كثير من الأشياء وبمارس الأشياء المرضية للطرف الثاني وأحاول أن أتجمل وأبدي كثير من الجماليات الموجودة عندي. لما نبقى في تحت ظل سقف بيت واحد بيتعرى، يعني كل التمثيليات بتصف هباء وكل الأشياء بتصف هباء. عشان كده إحنا بنقول الناس الجادين الناس الراشدين يحاولوا أن يتعرفوا على بعضهم الآخر بصورة كاملة. بصورة كاملة دي تعني ببساطة شديدة إنك تبحت في الزول ده بصورة يقينية توصلك لمعارفه. يعني أنا ما قاعد أقول إنه تسأل الزول أسئلة عايمة، لكن ممكن تحكي له قصة تقول له والله أم زوجتي والله عندي صاحبتي أمها مرضت، زوجها ما اهتم بمرض أمها مثلا. رواية زي دي بتوريك الموقف شنو تجاه مرض أمك مثلا. طيب يعني حتى المسألة دي شرعا، يعني حتى أذكر أن النووي جعل من الأشياء الستة اللي بيجوز فيها الغيبة. يعني مثلا لو سألوا عن يوسف مكي يتقدم لي شخص ما، واجب على الدكتور يوسف انه يشوف يعني يقول الحاجة اللي قالها. هذا في الشرع، يعني حتى بعد لأنه المسألة دي فيها ارتباط وفيها بنيان أسرة عشان ما تنهدم. نعم، يعني الخيلة يعني واحدة من الحاجات المهمة، يعني بيرجع الأمر في الأول والآخر إلى الطرفين المباشرين لأنه هم بيضرروا من المسألة. فعشان كده جدية معرفة، يعني في كثير من الأحيان يعني الناس يعني اتباع المشاعر والعواطف والانفعالات، يعني لما بيت الشعر قال عين الرضا عن كل عيب كليلة. نعم. وعين السخط تبدي لك المعايبة. انت الزول لما تكون راضي عنه ما بيشوف فوق عيب، لكن لما يومك اللي تكشر له عن انيابك تفتش له العيوب حتى اللي ما فيه وبتظهر له كل الاشياء اللي كانت مخفية، لانه عين الرضا بتخليك تتجاوز كثير من الاشياء اللي ممكن تحصل من الإنسان وتديها تفسيرات مرضية بالنسبة لك ومرضية بالنسبة له. لكن بعد ذاك لما تجي تعيش مع بعض بتلقى نفسك أنت عين الرضا دي ما بالضرورة تكون مستمرة للأبد، بتنظر بعين الرشد التي تبدي لك المعايبة. فعشان كده نحرص حقيقة في أنه الخطبة تصبح خطبة بتاعت معرفة حقيقية للطرف الثاني، عشان ما نفاجأ بأنه هنالك شخص آخر تزوجناه
عن ظن مننا بأنه عرفناه وفجأة وجدنا أنه ذلك الإنسان يختلف، لأنه زي ما ذكرنا أنه في داخل البيت الواحد تتعرى الأشياء وكل التجمل الذي كان سابقا يذهب هباء. فلنفرض أن دكتور يوسف لقينا شخص، يعني مثلا أنا ما كنت متوقع هذه الأشياء اللي وجدتها بنسبة كبيرة أنه تكون موجودة فيه، ما في طريقة أنه زول إصلح أو يمشي لقدام أكيد. يعني ومع عبد الرحمن بتقول ياها حكاية الأولاد بس يعني نعم. هي من قبل الأولاد، نحن عشان كده حرصنا على أن نقول أنه فهم الزوجين لبعضهم الآخر قبل أن يأتي الأولاد هو ضرورة حتمية، لأنه الأولاد سيتضرروا من وجود زوجين مختلفين، نختلف في تربيتهم، نختلف في سلوكياتهم، نختلف في مواقفنا تجاههم. عشان كده لابد أن نحرص من البداية على أنه ينصلح حالنا كزوجين من قبل أن يصبح هنالك أطفال، وهذا الإصلاح يجب أن يسبق في فترة الخطبة عشان نصل ونحن متيقنين، نكون في اتفاق، اتفاق بأنه دارين نربي ولاداتنا كيف، دارين نتعايش كيف، دارين نتحاور كيف، دارين نتواصل كيف. هذه الأشياء كلها إذا الناس اتفقوا عليها، أنا ما ذكرت في بداية الحلقة أنه يعني واحدة من المحاور الرئيسية أنا بحدد احتياجاتي في الطرف الثاني. نعم. هذه الاحتياجات تتمثل في كذا وكذا. هل الرجل ده طيب كما أريد؟ هل هذا الرجل أمين كما أريد؟ هل هو صادق؟ هل هو متدين؟ هذه أشياء واضحة يعني ما بنختلف فيها. ونحن قلنا الرجل دينه وخلقه، أنا أفتش عن هذه الأشياء وأحسبها. أنا بعتقد أنه الإنسان اللي فيه دين ما حتفتقد فيه كثير من أشياء الصدق والأمانة والاحترام والأشياء زي دي. فإذا أنا كان ده مدخلي أنا بعتقد أنه سأنجح في ذلك، لكن إذا كان مدخلي أشياء تانية، والله عنده قروش، والله أهل غنيانين، والله شهادته الفلانية إلى آخره، هذه الأشياء لا ليست ذات قيمة في أبعاد شخصية الإنسان. أنا أبحث عن الأشياء ذات المعاني اللي عندها قيمة التي يعيش معها الإنسان. بالتأكيد دكتور يوسف نريد خلاصة نقول هذه الحلقة، وصلنا إلى الختام. الخطبة ضرورة والخطبة يجب أن لا تتمدد كثيرا حتى لا تضار منها البنت بصورة كاملة، ويجب أن نراعي في الخطبة أو فترة الخطبة أن لا يتكلف الطرفان يعني مالا يضر بحياتهم. نعم. ويجب أن تقتصر هذه الفترة لأقصر فترة ممكنة حتى لا يضيع كثير من المال ويضيع كثير من العمر في الطرف الآخر. وأخيرا الخطبة ليست ملزمة وإنما عقد الزواج الذي هو إلزاما، فلا تذهب إلى الإنفاق في فترة الخطبة فيما لا في أشياء غير مسؤول عنها، ومن بعد ذلك تترك هذا الأمر للخطبة. الانفعالات والعواطف والمشاعر يجب أن لا تستهلك وتكمل قبال الزواج عشان ما يبقى الزواج بعد ذاك ممل. جميل، شكرا جزيلا دكتور يوسف اسماعيل عبد الله استشاري النفسي، كثر خيرك، سعدنا بك في هذه الحلقة. الله يحفظك ويبارك فيك. أتمنى إن شاء الله حياة زوجية لكل الذين هم على مشروع الزواج مقبلين. لكم التحية مشاهدينا الكرام، وصلنا للختام وتبقى هذه وصايا في ختام هذه الحلقة. الرجل بيختلف من المرأة في تركيبته في نفسياته، ده كاختلاف خلقي خلق الله سبحانه وتعالى في تركيبة إنسانية، في اختلاف بتاع بيئة، أنه جاي من بيئة ده من الجزيرة ده من الشمالية أو من الغرب أو من الشرق، كل شخص بيختلف من الثاني. إذا حسين أنه ياخ في حاجات في الخطبة كانت جميلة أو في فترة الخطوبة كانت جميلة، لقيت حاجات ما حلوة، الناس تحاول تفتش لنقاط الالتقاء بين الطرفين ويبقوا حريصين عليها وركزوا على الجواهر ما ركز على القصور. إلى أن نلتقي في حلقة أخرى من حياة طيبة مشاهدينا الكرام، إلى ذلك الحين تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.